كان لدى بائع ملح حمار يستعين به لحمل اكياس الملح الى السوق كل يوم وفي أحد الأيام اضطر البائع والحمار لقطع نهر صغير من أجل الوصول إلى السوق، غير أن الحمار تعثر فجأة ووقع في الماء، فذاب الملح وأصبحت الأكياس خفيفة، مما أسعد الحمار كثيرا، ومنذ ذلك اليوم بدأ الحمار بتكرار الخدعة نفسها في كل يوم، واكتشف البائع حيلة الحمار فقرر أن يعلمه درسا، في اليوم التالي ملأ الأكياس بالقطن ووضعها على ظهر الحمار، وفي هذه المرة أيضا قام الحمار بالحيلة ذاتها واوقع نفسه في الماء لكن بعكس المرات الماضيه ازداد ثقل القطن اضعافا وواجه الحمار وقتا عصيبا في الخروج من الماء فتعلم حينها الدرس وفرح البائع لذلك